ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وجهت شابة مغربية صرخة استغاثة من أقصى بقاع العالم بكوريا الجنوبية، حيث وجدت نفسها عالقة في قاعة الترانزيت في المطار، وذلك بسبب الأزمة التي يعرفها العالم والتي أدت لتوقف الطيران المدني بسبب جائحة كورونا. وفي ظل هذه الظروف وجدت هذه الشابة المغربية نفسها عالقة في المطار رفقة عالقين آخرين من عدة دول، وما زاد في الطين بلة هو مطالبتها بمغادرة المكان من طرف القائمين على المطار. مهم الخوت، هذه البلاصة فين جالسة دابا، هذه الشركة اللي جيت معها سميتها أسيانا، هي شركة كورية كتجي عندي. مهم جاب الله كنهضر بالكورية شوية، كل شوية كيجيو كلهم كاع اللي كيجيو مكيهضروش بالانجلي، كاع يجيو يهضروا معايا غير بالكورية. كتقول لك خاصك تمشي فحالك، متلقاي شي حل باش تمشي لبلادك. كيفاش بلادك مسدود؟ كنقولها بلاد مسدود ما عنديش كيفاش نمشي، كتقولي لي نو عارفين جو سي، ولكن خاصك تمشي. يعني ما فهمتش كلهم، والاخرين حتى هما كتهضر مع شي حد كيقول لك ما عارفش ماما، واصلا ما كيجيوش حتى يهضروا معاك. فاش كنت في الفيديو الاخر، فاش كنت في داك البيغو، كنت كنعيط ليهم كنقول لهم جاوبوني. كنت كيدوزوني الماناجر ديال الشركه ولا كيدوزوني ليميغراسيون، كيقول لي واخا حنا نشوفو نعاود نعيطو لك. ما كيعيطو لي حتى الغد لي، ولا ما كيعيطوش اصلا، حتى كنعاود عاوتاني نعيط لهم شحال مره، نبقى نتلف فيهم باش يجاوبوني. في الاخر كيقولوا لي ما عندنا ما نديرو لك هنا، هذه البلاصه ديال ترانزيت و ديبارتور دابا بزاف سادين، من نهار كيكونوا حالين لي غاستورون كاينين، ما فريمون غاليين، ماكله ما كيعطيوهاش لينا ولا حتى شي حاجه. هنايا غير الناس اللي هنايا، كل واحد ديجا كان خيط فوطي ونعس عليه، كاينين عائلات بيبيب ناس. وهنايا انا الدري مسكين هذاك اللي لها حدايا من كونغو، هو اللي عاوني باش جبت هاد لي فوطو وحطيتهم هنايا. هادي بلاصتي، لا مخطة لا غطا بزاف. بقيت كنطلب نهار كنطلب شركة ديال الطيران باش جابوا ليا الغطا. هادشي اللي كاين هاد الساعة. المهم والله يدير اللي فيها الخير، والله يعاوننا، والله يسهل عليكم وعلى الجميع، والله يبعد علينا هاد البلا ويرجع كل واحد فين ما بغى يمشي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.